والأطراف الجهوية في مجال التصرف والتسويق للجهة. هذوما تقريبا الأهم النقاط اللي تم تطرق لها باش خرجوا بها بالتوصيات تاعهم. واضح. هذه التحديات كما قلت انت او اهم المشاكل. نواصلوا نمشيو مع الورشه الاولى. خلينا ندخلوا الان في المقترحات اللي قدمتوهم انتوما بعد ان شاء الله هذا يكون الحاجه الاساس للاستراتيجيه الوطنيه للسياحه الداخليه. الورشه الاولى خدمت على تطوير المنتوج وخلق التجارب. شنو اهم الافكار والمقترحات العمليه اللي خرجتوا بها؟ اهم الافكار هي تتمثل خاصه في ضروره اثراء العرض السياحي ومزيد التعريف به بالنسبه لهم. معناتها السياحه مش معرفه فماش تعريف بها كما يلزم، خاصه السياحه الثقافيه التضامنيه التلميذيه الطلابيه الايكولوجيه المسنين، معناتها تحديد السونتر دانتيري نتاع تونس. النقطه الثانيه هي مزيد الاعتناء بالانشطه السياحيه بالفعاليات الخارجيه والمواقع التي من شانها جلب السياح التونسي كما دونك في الوحدة. تطوير الانشطه السياحيه المتعلقه بالرياضه وسياحه المغامره التي تستهوي الحريف التونسي. تنويع وإثراء المنتوج السياحي في مختلف مكوناته الشاطئية الصحراوية الجبلية الطبيعية، كذلك تحسين جودة الخدمات. إرساء علامة مخصصة للمؤسسات الإيوائية السياحية التي تلبي المتطلبات المحددة للسياحة العائلية المحلية على بالك لدي. تشجيع الاستثمار في تطوير أنماط الجديدة في الإيواء السياحي الاقتصادي الموجه للسياحة الداخلية إيفونتيولمون الكومبينغ لي موتيل لي سونتر دو فاكونس دو لوازير. واضح. الورشة الثانية خدمت على موضوع الترويج والاتصال. شنو أهم المخرجات؟ أهم المقترحات هي قالك إنجاز حملات دعائية موجهة لكافة الشرائح الاجتماعية التونسية قصد دعوة المواطن التونسي إلى مزيد الانخراط في السياحة الداخلية وقضاء العطل بالمؤسسات السياحية. الاعتماد على مختلف الوسائط الدعائية وخاصة منها الرقمية والمرئية والسمعية بما ينمي السياحة الداخلية ومزيد تعريف بما تسخر به بلادنا من منتوج متنوع. برمج رحلات استطلاعية محورية لفائدة أبرز الوسطاء الإعلامية أبرز الوسائط الإعلامية التونسية للتعريف منتوج سياحي. المساهمة في تنظيم رحلات استطلاعية لفائدة وكالة الأسفار التي تبرمج رحلات لفائدة السائح المقيم. العمل على مزيد النهوض بالسياحة التلميذية والطلابية بالشراكة مع الأطراف المتداخلة وتدعيم الشراكة مع مركزيات الحجز. واضح. الورشة الثالثة خدمت على موضوع الدعم وموضوع التحفيز. شنو أهم المقترحات اللي جاوا من الناس اللي شاركوا فيها؟ خرجوا تبارك الله عديد المقترحات نبدأ في عرضها. تقديم مبادرات وحوافز لفائدة التونسيين، تخفيض الأسعار، عروض خاصة، تيسير قروض استهلاكية للسياحة. النقطة الثانية تقديم عروض تفاضلية من قبل المهنيين تراعي القدرة الشرائية للعائلات. النقطة الثالثة إحداث برامج دعم بقروض صغرى لتمويل المشاريع السياحية. تكثيف البرامج التدريبية في تقنية التسويق والاتصال تستهدف الأطراف المتداخلة في القطاع السياحي إدارة القنوات الرقمية. إحداث آلية لدعم النقل الجوي الداخلي في إطار الرحلات الشاملة خاصة الخدمات باكيج إلى بعض الجهات على غرار جربة وتبرقة وتوزر، وذلك بهدف تنشيط الحركة السياحية في هذه الجهات. إحداث تمويل جديد وذلك لتغطية مصاريف العطل دي كريدي فاكونس قروض صغيرة بشروط ميسرة. تنظيم عملية التعاقد بين الوداديات والتعاونيات مع النزول السياحية ووكالة الأسفار المعتمدة وحثهم على الانخراط بكثافة في دعم السياحة الداخلية. إحداث منظومة صكوك العطل لشيك فاكونس قصد تمكين المواطن التونسي من دخل إضافي يساعده على قضاء عطلاته بمختلف الجهات السياحية. التشجيع على إحداث متعهدي رحلات مختصين بالسوق الداخلي. التشجيع على الحجز المبكر. تحفيز جبائي من خلال خصم من القاعدة الخاضعة للضريبة، معناتها جزء منها يتم الاعتبار، مع تحديد سقف ما يتفوتش. مراجعة توزيع العطل المدرسية حسب الجهات. سينيزار سليمان، هنا ذكر مدير عام الديوان الوطني للسياحة، هذه المقترحات اللي خرجنا بها من الورشات شو باش عملوا بها؟ هذه المقترحات هذه باش تكون قاعدة اللي باش نحاولوا دراسته توا باش نجموا نطبقوه باش ندخلوا في تطبيقه، خاصة فيما يخص الترويج فيما يخص المنتوج اللي هي ترجع بالنظر اللي احنا كسلطة إشراف، هذيك باش نتم الإنجاز فيها. فما التحفيزات اللي هي تتطلب موارد مالية ولا تتطلب قوانين جديدة ولا حتى معناتها
دي بروسيدور جدد خاصه مثلا اللي كان مش عامل شيك فاكونس تو شيك فاكونس مش معنا هذا معناتها لازم يكون موجود معناتها كي نشوفوا في الطلبات كل على حسب السنوات الاخرى كلها موجوده لي كريدي كيف كيف معناتها هذا لازم نلقاو حل كيف كيف هذوما باش يكونوا بعض النقاط اللي باش نتناولوها في الاستراتيجيه نتاعنا نتاع السياحه خاصه بالنسبه لكل ما يتعلق بالسياحه الداخليه يعني هذا الكل باش يكون حجر اساس نوعا ما للاستراتيجيه الوطنيه للسياحه الداخليه صحيح هذاك هذا اللي قاعد تخدموا نشكرك نجم صفقه لي شكرا لك يعطيك الصحه سي نزار يعطيكم الصحه نتوما في الافيكاسيتي معناتها حتى صاروا هكا دي شانجمون بور بلوس ديفيكاسيتي في البروغرام توا مقعد كان نشكركم الكل ونتمنى لكم شهية طيبه موك فما اي شكون يشوف هذا اللي تم تقديمه الكل لا سلايدو يزيك كل شيء كان نعمله سلايدو باش نسالوهم في رايهم هل الافكار اللي تقدمت فما اجماع عليها نعرف جات من الورشات ممكن مش الناس كل حضرت في الورشات الكل اللي بشي هز يده هو بيننا وبين الفطور موافقين يعطيكم الصحه ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله بالنجاح في القطاع نتاعكم وهنا معاكم الناس الكل فهمنا زاده فما برشا انتظارات من الاعلام انا ما نمثلش ان توكا القطاع الكل مي ان توكا على مستوي انا ديما نقول فوزافي لو سافوار فير احنا خدمتنا سي دو لو فير سافوار انا معاكم شاي طيب الناس الكل